السلام عليكم. ده شات جي بي تي، تمام؟ وطبعا ده قمة وعملاق كل حاجة، لكن ده ما يمنعش برضه ان احنا نسأل عن البديل، لأن ممكن يكون فيه امتيازات، ممكن يكون فيه أفكار، ممكن نعمل مقارنة. طيب خليني أخش على شات جي بي تي بسؤال جديد أول مرة أسأله له. أقول له: ما الأمور المشتركة بين الحرب العالمية الأولى والثانية؟ أنا كنت لسه بجرب حاجة جديدة، ورغم إن كان كل الكلام مفيهوش أي أخطاء إملائية، لكن هو يعني عمل حاجة تانية خالص. بص، هيبدأ بقى يشوف الأمور المشتركة. طيب على ما أشوف هندخل بقى على حاجة تانية اللي هي رايت سونيك، فيها شات سونيك وفيها شوية اختيارات كتيرة. ممكن اقول له يعني هات لي الاجابه بالصوت يتكلم، يعني بدل ما يكتبها. تمام، الاثنين مش بيغشوا من بعض، انا قلت اتاكد. One. تمام، ده بقى بالشات جي بي تي ده بيقول لك انا ممكن اكتب لك مقاله Two. او اكتب لك بوست او اكتب لك ايميل. شات جي بي تي اوسع من كده بكتير. طيب هقول له Three. بلوجينج، تمام. طيب تعالى نشوف برضه يو، حركة البحث يو ده ممتاز جدا، هتلاقي يو شات، يو Four. كود، هيخليك يكتب لك كود بشكل حلو قوي. تمام، طيب خلينا نسأله السؤال دوت ونشوف هيفكر فيها ازاي. هقول له شات واقول له خد السؤال ده فكر لك، فكر فيه شوية. ما عارفش يجاوب. بقى جاوب اهو. تمام، وجاب لي مقالات زي حين يتناول التاريخ وهكذا. طيب ده برضو ممتاز، انا بستعين بكتير الصراحة، حتى ان انا مسطبه تأكيدا على كلامي، مسطبه في الادوات بتاعة جوجل كروم. كل شوية عندي سؤال بروح اسأله كتير. تمام، يعني عاجبني الصراحة. طيب برضو في بالعربي، هو مش شات لكن هو تقدر تخليه يكتب لك مقالات زي مثلا هنا. هسيب لكم الروابط كلها اسفل الفيديو بحيث لو حد حابب يجربه من نفسه. كاتب بتقول له اكتب لي مقالة عن اي موضوع، هو يبدأ ان هو يكتب المقالة. تمام، هعمل بس تسجيل دخول. كتابة مقال كامل، عنوان المقال بيقول العربي والانجليزي، مثل ما هو بيكتب لك مقالات بالعربي وبالانجليزي. تمام، شات جي بي تي لو عجبك الكلام ممكن تقول له ده ممتاز. تمام، وتكتب له حاجات تساعده في التحسين. لو غلط، لو هو تنمر عليك، ممكن تقول له لا، ممكن تقول له اعمل لي اجابة تانية مختلفة. وهنا برضو بدأ يكتب مقال هو السبب الرئيسي للحربين، نطاق الحروب وتأثيرها على الدول العالمية. ما شاء الله، حاجة كويسة جدا. تمام، طيب الاسلوب واقعي، الضمير الغائب، انا ما حضرتش ولا حد فيهم الحمد لله، يا رب ما حضرتش اي حروب عالميه خالص. اضافه صور لمحتوى المقال، بدي كتابه المقال. فجاب لي المقاله هيت، يعني الصراحه ممتازه، الصور ممتازه برضو، وفي الاخر جاب لي المراجع همت 94 مرجع. فأعتقد يعني ياخد تقدير كويس جدا الكاتب، يعني أعتقد يعني ما شاء الله كويس الحمد لله. تمام، هسيب لكم رابط أسفل الفيديو، وقولوا لنا إيه أحسن حاجة، لو عندكم بدائل أفضل اكتبوا لنا يا ريت.